تشاهدون معي في هذه الأنثى صفراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة محبي الطيور يوسف. نجدد بكم التحفة في هذا الفيديو الذي سنتكلم من خلاله عن طريقة اختيار الأزواج المناسبة للإنتاج أو للموسم المقبل لسنة 2023، الذي سنتكلم من خلاله عن طريقة اختيار الأزواج المناسبة لاستعداد الموسم المقبل سنة 2023 عند طيور الكنار، الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام ونحن سنعمل على قسمين. وهذه الأقسام أو هذه الأنواع هي كنار الشكل وكنار اللون وكنار التغريد، دون ذكر أسماء كل نوع من هذه الأنواع، يعني دون الدخول أو التوغل في تفاصيل هذه الأنواع. كنار اللون وكنار الشكل وكنار التغريد، يعني كل هذه الأنواع يجمعها شيء واحد وهو الشيء الرئيسي وهو الكنار. الآن سنتكلم عن كنار اللون الذي سأعمل عليه شخصيا. كنار اللون ينقسم إلى عدة طفرات، منها الأصفر، البرتقالي، الريد فاكتور، المزايك بطفراته، الصيو إلى آخره. وهذا راجع ارتداء لكم الخروط. الآن سنتكلم على كنار اللون الذي سأعمل عليه. كنار اللون، إنما يميز هذا النوع من الطفرات في الكنار هو التغير في اللون، يعني يتميز هذا النوع عدة ألوان، يعني ألوان مختلفة، من ضمنها الأصفر والبرتقالي، الأحمر الباهت، الفايو، الموزايك إلى آخره من الأنواع الأخرى من هذه الطيور. فنجد الكثير من الألوان المميزة لطائر الكنار الذي يتميز بألوان مختلفة. هاتي خرقنا هذا واحد الله. كنار اللون، إنما يميز هذا النوع من الطيور الكناري هو أنه يشمل العديد من الألوان كالأصفر والبرتقالي والأحمر، الأحمر الباهي، الأبيض، الموزايك، الفايو، الموزايك بأنواعه إلى آخره. أما بالنسبة لما سأعمل عليه هذه السنة خلال الموسم المقبل، سأعمل على لونين، الأصفر والبرتقالي، طفرات جيدة وألوان زاهية في هذا الطائر. وكذلك سأعمل على كنار التغريد، يعني الطيور المغردة جيدا في طيور الكناري التي تتميز بأصوات عالية وهي التمبراندو أو الباناجي. الآن سنتكلم عن طريقة اختيار الأزواج، يعني بعدما أرى ذكر وأنثى من نفس اللون الذي سأعمل عليه، ما هي المواصفات وكيف أختار الزوج الغير مريض؟ كيف أعرف أن هذا الزوج غير مريض أو أنه في صحة جيدة؟ فالآن سننتقل إلى طريقة البحث عن هذه التفاصيل. سنأخذ
اللون الأصفر، وسأشارك معكم طريقتي الخاصة في إنتاج هذين اللونين. ريشها أبيض وبالقليل من الأصفر، يعني أنا لا أستعمل الصباغة الكيماوية، يعني أعتمد على الصباغة الطبيعية فقط. فهذه كيف نعرف أن الطائر حامل للطفرة؟ يوجد على كل رأس هذين يوجد على رأس كل الأجنحة خطوط صفراء أو برتقالية، فيكفي أننا نقوم بتقديم لهذه الطيور الصباغة لكي تكون بالمستوى المطلوب الذي نريده أو للمشاركة به في المسابقات. وأنا أريد أن أتولى لنفسي الطريقة الأخرى للبحث عن أو كيف أعرف أن الطائر مصاب أو في صحة جيدة. آتي إلى هذا المكان وأمسك الطائر بهذا الشكل وأنفخ في بطنه، كما تشاهدون الأنثى على طريق الجهوزية، في طريقها للجهوزية، وبطنها صاف جدا، يعني أنها غير حاملة لأي مرض، يعني أنها ستعمل معي جيدا في موسمي الذي سأشتغل عليه في الموسم المقبل. الذكر لا يهمني أن كيف ما كان لونه، بغض النظر على أن يكون فيه لون أصفر، لا بد أن يكون فيه لون أصفر، فإن كان غير ذلك فلا يصلح لهذا الإنتاج، لأن أصفر مع أصفر ربما يخرجون لك طيور بيضاء بيضاء اللون. ففي المثال سأقدم لكم هذا المثال، هذا طائر جميل مرة عندي سنتين ونصف، يعني ابن النبط، ابن المكان. هذا قمت بتزويجه مع أنثى برتقالية وأخرجوا لي زوجين برتقاليين بمعنى الكلمة وعيون حمراء، كما تشاهدون لونه ليس برتقاليا كما ينبغي ولكن يحمل اللون البرتقالي في دمه كما تشاهدون، وحتى هذا اللون فيه القليل من البرتقالي كما تشاهدون أمامي أصدقائي، إلا أن هذا الذكر نحيف جدا لأنني اشتغلت به في الموسم الماضي بثلاث إناث ذكر واحد. والطريقة التي سأبحث عن المرض نفس الطريقة، النفخ في البطن، إن كان مريضا تجد البطن منتفخ و أو به خطوط زرقاء كما يقال العرق الزرق بهذه الطريقة. هذه أنثى كذلك برتقالية سأعمل بها في الموسم القادم إن شاء الله، حاملة للون البرتقالي بكثرة، اللهم بارك. هنا يأتي الذكر الذي سأعمل به مع كلا الإناث، سأعمل مع الذكر الإناث الصفراء والإناث البرتقالية، هذا الذكر بهذا اللون
الجميل لم يمر معي مثل هذا الذكر. فيه البني والأبيض والأصفر والبرتقالي كما تشاهدون. أسأل الله أن يبارك لنا فيما أعطانا ويبارك للجميع، وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وهذا المقطع قد كان تحت طلبكم وأتمنى أن ينال إعجابكم. أتمنى من كل من رأى هذا المقطع أن يدعمه بلايك، ومن كان مشتركا في القناة يضع لنا تعليقا تحفيزي يجعلنا نقدم الكثير في مجال تربية الطيور. وأما من كان غير مشترك في القناة ورأى هذا المقطع فأسأله فضلا منه وليس أمرا مني أن يشترك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في تقديم جديد إن شاء الله. هنا نصل إلى نهاية المقطع. شكرا لكم أصدقائي على حسن الإصغاء والمتابعة.